السلام عليكم اخوتي واخواتي، ومرحبا بكم في حلقه جديده من حلقات الشاف نور الدين كوكينج. اليوم ان شاء الله وتحت طلب العديد من الاخوات اللي طلبوا مني اني نقدم لهم شي طورته تكون سهله وفي نفس الوقت ما مكلفاش بزاف. واليوم ان شاء الله جبت لكم طورته اللي هي زوينه ورائعه بزاف بزاف بزاف، ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها وفي نفس الوقت غير مكلفه. بالنسبه لهذه الطورته هذه غادي نحتاج لها على بركه الله الجنواز. عندي هنا خمسه البيضات كما كتشوفوا، انا عندي خمسة البيضات من الحجم الكبير. بالنسبه للناس اللي عندهم بيض صغير يمكنهم يستعملوا سته. عندي هنايا خماره حمراء كامله، الروح ديال الفانيلا، عندي السكر سنيده تقريبا 50 غرام، 100 غرام ديال الدقيق، وشويه ديال الماء دافي تقريبا نص كاس ديال العنبه. يكون ماء دافي ماشي سخون، دافي يعني ماشي سهل ديك الدرجه ديال يبرد، يعني دافي تا يبرد، ولكن خاصو يكون يعني سخون، يعني من تقصو سخون ولكن ما كيحرقش. ودابا بركه الله غادي نبداو طريقه التحضير. هانتوما كما كتشوفوا خوتي، في الخلاط الكهربائي درت خمسة البيضات اللي عندي، غادي نضيف عليهم السكر سنيده 50 غرام، غادي نزيد الفاني. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الفاني هذا يمكن لهم ماشي مشكل، استعملوا الفاني سكر او السكر الفانيلا، او لا استعملوا قشور الحامض يعني نس اولا ديال الليمون، استعمل نسموها باش ما بغيتو. صافي غادي نبدا نخلط الخليط ديالي دابا. صافي دابا على بركة الله غادي نخلي الخليط ديال البيض والسكر لمدة 10 دقائق، او لا ماشي 10 دقائق كامله، لان باقي غادي نزيد الماء اللي دافي كما قلت لكم. غادي نخليه تقريبا لمده واحد 7 دقائق ونضيف الماء. بعد ما داز 7 دقائق على الخليط ديالنا، نتوما كما كتشوفوا راه بدا كيطلع. صافي دابا انا غادي نربطو، غادي نبدا نحرك، وفي نفس الوقت غادي نضيف ذاك الماء اللي قلت لكم دافي تقريبا نص كاس صغير، كاس صغير كاس العنبة يعني النص ديالو، غادي نضيفو مع التحريك. هانتوما كيما كتشوفوا بعد ما زدت داك الماء، نتوما كيما كتشوفوا الخليط ديال البيض فين طلع، راه طلع بزاف يعني خمسة البيضات نتوما كيما كتشوفوا راه طلعت بزاف. ان شاء الله تبعوا نفس المراحل وغادي تحصلوا على نتيجة رائعة. هنا عندي داك الديك كيما قلت لكم 100 غرام، غادي نزيد ليها ديك الخميرة حمراء كاملة باش تجينا الجينوزة كشوية مقادة وزوينة اولا مرتفعة. صافي ومع دائما مع التحريك، وغادي نبقى نزيد الدقيق، ولكن غادي نحركو غير على يعني صافي انا غادي نكمل بنفس الطريقه حتى نزيد الدقيق كامل اللي عندي، وان شاء الله نرجع باش نتم الطريقه التحضير. هانتوما كما كتشوفوا خوتي واخواتي، ها هو الخليط ديال الكيك ديالي اولا الخليط ديال الجينوزا هو واجد. دابا على بركه الله عندي هنا الطاوله، الطاوله اللي فرشت لها الورق ديال الفرن. غادي نخوي دابا الجينواز ديالي على بركه الله في الطاوله بهذا الشكل هذا. يمكن لكم ديروا طبقه من هذه الا بغيتوا، ولكن انا كنفضل هذه. غادي نسرح العجينه ديالي على الطاوله كامله. هانتوما كيما كتشوفوا بعد ما قديت الخليط ديال الجينواز ديالي في الطاوه، نتوما كيما كتشوفوا دابا على بركه الله غادي ندخلو للفران حتى يطيب مزيان، يتحمر من الفوق ويتحمر من التحت يعني تجي شويه متماسكه. هي اصلا ملي كطيب راه ما كتجيش قاصحه من الاول، يعني ما كتجيش شاده راسها، يعني ملي كتقيسوها كتحسوها بحال ما طيبش، ولكن هي راه كتكون طيبه، يعني هذا كيتسمى غير كيك اسفنجي. ان شاء الله دابا كيما قلت لكم على 180 درجه تحمر من التحت وتحمر من الفوق، ونرجع نتوما الطريقه التحضير. او دابا خوتي بعد ما ردينا الجينواز ديالنا راه كطيب دابا على بركه الله في الفران، دابا غادي ندوزو نحضروا الكريمه باش غادي نعمروا الطورته ديالنا. كما قلت لكم انا اليوم ما بغيتش نكثر عليكم باش ندير لكم يعني شي طورته يعني غاليه بزاف، يعني هاد الطورته ديالها كتقام رخيصه 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 بزاف، يعني 30 درهم تقدر تقدي بها طورته زوينه. هنا عندي كما قلت لكم عندي لا كريم شونتيي، انا اليوم
بغيت ندير لا كريم شونتيي، حيت كاينين بزاف ديال الناس ما عندهمش القشطه الطريه. القشطه الطريه كتجي هي خفيفه شويه، يعني كتجي شويه زوينه على لا كريم شونتيي، ولكن انا اليوم غندير لا كريم شونتيي. بالنسبه لا كريم شونتيي حتى هي كتطلع رائعه رائعه، ولكن غير ما تكتروش الحليب باش يعني تعطيكم هكا كريمه القوام ديالها شويه سميتو. بالنسبه للكريم شونتي كما قلت لكم الثمن ديالها راه 13 درهم و50، يعني ما غاليش بزاف. بالنسبه للتورته هذه كما قلت لكم انا بغيت نديرها بالحامض، يعني بالنكهه ديال الحامض. بالنسبه للتورته كما قلت لكم غادي نحتاج الظرف ديال كريم ايديال، غادي نحتاج كاس ديال عنبه حليب بارد يكون بارد مزيان، غادي نحتاج الروح ديال الحامض. اللي ما عندوش الروح ديال الحامض يستعمل لاروم ديال الحامض، راه متواجده في الاسواق. هذه كدير مع شي 5 دراهم تقريبا هاد الطويصه هذه، واللي ما عندوش هاد الجوج يدير يكتفي بقشور الحامض. ولكن اللي بغى النكهه هكا ديال الحامض قويه، انا من المعجبين بالنكهه ديال الحامض بزاف، كنبغي النكهه تكون قويه شويه. بالنسبه للنكهه كما قلت لكم تستعملوا النكهه اللي بغيتو، يمكن لكم بلاصه الحامض تحيدوه ديروا القهوه او لا ديروا الشوكولات او لا ديروا البيستاج او لا ديروا اي نكهه، او لا البرتقال اللي عندكم، الا عندكم لاغوم او لا الفريز، يعني كل شيء كيجي زوين. دابا راه بركه سيده. والسكر، بالنسبه للسكر انا كما قلت لكم السكر انا استعملت غير شويه، لان الحلوه الجينواز درناها حلوه، الكريمه ما بغيتهاش تجي حلوه. غادي نديروا باقي الزينه اللي غادي او لا عفوا يعني الزينه الزوق اللي غادي تكون من الفوق حتى هو كيجي حلو، يعني لذلك خصنا نوازنوا الحلاوه ديالنا في هذه الطورطه هذه. دابا على بركه الله غادي نبداو طريقه التحضير. اول حاجه غادي ندير هي غادي نخوي الكريم شانتيه ديالي انا، ما غاديش نديرها كامله بحكم انني غادي ندير الطورطه صغيره بزاف، لذلك ما غاديش نديرها كامله، درت غير نص دايره. غادي نزيد الحليب، حتى الحليب ما غاديش نديرو كامل، انا عطيتكم المقادير ديال كيس كامل، يعني الناس اللي غادي يديروا طورطه كبيره. انا كما قلت لكم انا منين درت نص ديال الكيس ديال الكريم شونتيي راني غنستعمل غير نص ديال المقادير، درت نص ديال الحليب راني ما درتوش كامل. انا في الاول عطيتكم مقادير ديال الكيس كما قلت لكم باش هكا نكونوا متفاهمين، انا درت غير نص ديال الحليب. غادي ندير دابا السكر، غادي نطلع الكريمه ديالي مزيان. بعد ما خوتي طلعت الكريمه ديالنا، انتما كما كتشوفوا كي كتجي بهذا الشكل هذا، راه كتجي القوام ديالها راه انتما كما كتشوفوا متماسك بزاف. دابا غادي نزيد الروح ديال الليمون. كما قلت لكم بالنسبه للروح اللي ما عندوش يستعمل لاروم، اللي ما عندوش لاروم يستعمل يعني القشور ديال الحامض هكا باش يحصل على النكهه زوينه. صافي دابا غادي نحرك على بركه الله هذه الكريمه ديالي، تخلط هاد لاروم هادي مزيان. بما اننا درناها بالنكهه ديال الحامض فانا نبغي نزيد شويه ديال الملون اصفر باش نحصل على كريمه صفراء، اولا اللي بغيتو، اللي الا ما بغيتوش تستعملوه ما يمكنش لكم. صافي انا كاع نستغنى عليه، نحيدو كاع ماشي مشكل، حيت كاينين بزاف ديال الناس اللي ما كيكونوش عندهم بعض المكونات وكيقولوا يعني مكون بسيط يقدر دابا شي وحده تشوف غير الملون الاصفر تقول ما عنديش وما تصيبش كاع الوصفه، لذلك ما بغينا نحرمو حتى واحد. صافي دابا الكريمه ديالي واجده، ها هي القوام ديالها راه رائع ومتماسك. كاينين الناس اللي ما عندوش باش يشرو لا كريم فريش، راه هذا البديل ديال لا كريم فريش، يعني كطلع زوينه بزاف وفي نفس الوقت لذيذه. هذه هي الجينواز ديالي، بعد ما الجينواز قابلوها، الجينواز منين ديروها في الفران قابلوها ضروري تقابلوها، ما تغفوش عليها. دات عندي 10 دقائق في الفران ديال الغاز او الفران ديال الضو كما كان، ما بين 10 دقائق 12 دقيقه راه دغيا كطيب الجينواز. هانتوما كما كتشوفوا انا نقدر غنخلي حتى دابا يلاه خرجتها من الفران، نقدر نخليها حتى تبرد اولا نحيدو دابا نيت ما كاين حتى مشكل، ولكن غير بشويه ما تجبدوش بالجهد حتى تحيدو. هانتوما كما كتشوفوا خوتي جينواز ديالنا بعد ما حيدنا ليها القاعط راه كيتحيد بسهوله، يعني ما كيطلبش حتى شي جهد باش يتحيد. صافي دابا على بركه الله غادي نخليها تبرد ونتمو الطريقه ديال التحضير. دابا على بركه الله بعد ما درنا الجينواز تبرد باش نستغلوا الوقت، غادي نقدوا الكريمه اللي غادي نديروها من بعد ما غادي تزين. انت غادي تشوفوا فاش غادي نحتاجوها. عندي هنا الناباج، بين الناس اللي كيسولوا على الناباج، الناباج هو هذا
الثمن ديالو راه هذه دي قرعه صغيره كدير 13 درهم، كتجيبها كتحطها عندك في الثلاجه يعني وقت ما كتبغي الناباج كتستعمليه. هو كيجي بهذا الشكل هذا انتما كما كتشوفوا، كيجي بحال شكل ديال الجيلي. صافي دابا على بركه الله انا غادي انتما كما كتشوفوا خديت منه جوج ديال المعالق ذوبتهم، كديرهم في كاسرونه تحطهم فوق النار وتذوبهم. بما ان التورته ديالنا درناها بالنكهه ديال اورانج او لا عفوا سيترون، غادي نزيد الكولي ديال او لا الروح ديال الحامض. المهم نتوما كتزيدوا على حسب نتوما الذوق اللي بغيتو، كنحصلوا عليه بهذا الشكل هذا. يمكن لكم ديروه بهذا الشكل هذا او لا يمكن لكم تهرسوه بشويه ديال لاكريم. انا غنجيب شويه ديال لاكريم، نفس ديك القشده او ديك الكريم شونتي اللي غادي نعمر بها الطرطه ديالتي. نفسها كنجيبو من هنا واحد شويه، ولكن كنحركو مزيان مزيان باش هي شويه ما تكتروش من الكريمه باش ما تجيناش داك الناباج هكاك باين. انا غادي نحتاج شويه ملون اصفر على ما اظن، لذلك غادي نزيد شويه. انا هنا زدت شويه ديال الملون الغذائي غادي نضفته وغادي نحرك مزيان، يعني كتخوض ضيفو شويه بشويه حتى كتحصلوا على اللون اللي بغيتو نتوما واللي مرتاحين ليه. فبالنسبه لهاد الكريمه هادي راه كتجي بنينه بزاف، يمكن لكم تستعملوها في جميع انواع ديال الطرطات، عندكم تكثروا الكريمه كما قلت لكم. ثم كتجي عندنا كريمه بهذا الشكل هذا، اللي بغى يضيف اللون يمكن ليه يزيد باقي اللون ما كاين حتى مشكل. بما انني درت السيترون لذلك ما غنبغي غير اللون يكون هكا اصفر ما يكونش برتقالي. صافي هي الكريمه ديالنا دابا على بركه الله واجده، غادي نحتفظوا بها نحطوها على جنب، ودابا على بركه الله غادي نبداو نمونطيو الكيك ديالنا. الجينوز ديالي بعد ما بردات انا هنا جبت الاطار اللي غادي نقد فيه الحلوه ديالي، انتم كما كتشوفوا يعني انا جبت مربع، يمكن لكم تجيبوه دائري او اللي عندكم تستعملوه ما كاين حتى مشكل. وغنقطعو، فانا اليوم قررت انني ندير فيديو طويل، الناس غادي يقولوا الفيديو طويل او لا ما طويلش يعني للناس المبتدئين يعني اللي بغاو يديروا حلوه لاول مره او لا سميتو باش يفهموا المراحل، حيت كاينين بزاف ديال الناس ما كيفهموش. ها هي القطعه الاولى عندي ديال الجينواز ثم كما كتشوفوا، دابا غادي نقطعوا القطعه الثانيه. هذه هي القطعة التالية ديالنا ديال الجينواز. هنا عندنا يعني هنا غير غادي نرقعو، غادي نجيبو شي موس كما قلت لكم، غادي نجيبو شي موس وغادي نقطعو تقريبا قد هكا. بالنسبة للطرقاع الناس اللي ما كيعرفوش شنو هو الطرقاع، الطرقاع هو كنهزو طرفة من الجينواز وكنرقعوهم يعني كنجيبوهم كنقدو بيهم بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا. غنعاود نقطع هذا شويه، هذا اللي خاصني ندير تقريبا هو هذا. ها انتم كاين هذا هو اللي كيتسمى الترقع، يعني كنرقعو كنلصقو شي معاشي. صافي انا هادو غادي نحتفظ بهم، وهذه زايده عندي هذا غادي نستعملها في شي حاجه اخرى. دابا على بركه الله غادي نبداو نمونطي الكيك ديالنا. بالنسبه للساقي ديال الكيك غادي نحتاجو ليه مناضه هاواي، انا كتعجبني مناضه هاواي خصوصا في التورتات يعني كتجي رائعه. غادي ناخذ اول طرطه او اول طرف، ثم كما كتشوفوا كما قلت لكم راه الا ما قبلتوش الجينواز ديالكم غتجيكم شويه محمره من الفوق، ولكن ماشي مشكل اللون ديالها كيجي زوين، لذلك قابلوها باش ما تجيكمش محمره بزاف. غادي نسقيو مزيان، ضروري تسقى الجينواز، الا ما تسقاتش كتجي ناشفه وكتجي حتى الكريمه ناشفه يعني كتنشف الكريمه وما كتبقى ما كيبقاش المذاق ديال الطورطه زوين. ضروري تسقيوها مزيان في
نضربوا شوية، الفيديو طويل ولكن ماشي مشكل، المهم انكم تستافدوا. بالنسبة للقالب، حنا خدامين وكنهضروا، بالنسبة للقالب الناس اللي غادي يقولوا القالب مدور او لا، سميتو استعملوا اي قالب عندكم. الناس اللي بغاو يديروها كبيرة بزاف، يعني اللي عندهم عائلة يعني كبيرة، يديروا يضاعفوا المقادير. يعني انا درت 5 البيضات، يمكن لهم يديروا غير 6 7 البيضات، 8 البيضات، راه غتخرج لهم تورته رائعه وكبيره بزاف. دابا غادي نجيب الكريمه ديالي. الكريمه اللي درناها بالنكهه ديال الحامض جات بنينه بزاف. انا من العشاق ديال الحامض او لا السيترون، كيعجبني بزاف. الناس اللي كي يعني ما كيعجبهمش الحامض يديروا لورانج او البرتقال، ما كيعجبهمش البرتقال يديروا البيستاج، الشوكولات او الكراميل. ان شاء الله في الايام المقبله غادي نوريكم بزاف ديال التورتات، وانتم تختاروا التورته اللي مناسبكم. يعني غادي نوريكم لي طارت اللي كيجيو هكا كلاصي، لي طارت اللي كيجيو هكا رولو او لابيش كما كيتسمى. درت الكريمه ديالي، غادي نجيب الجينواز او الثاني بهذا الشكل هذا. غادي نضغطو شويه باش تنزل ليا الجينواز. غادي نسقيها حتى هي يعني مزيان. ضروري تسقى الجينواز كما قلت لكم. ما عندكمش موناضه استعملوا عصير ديال الليمون، ما عندكمش عصير ديال الليمون صيبوا سيرو في الدار، السكر شويه ديال الماء وقشور ديال الحامض وشويه ديال عصير الحامض غادي يجي احسن. حتى هو غادي يجي زوين. انا هنا سقيت الطورطه ديالي مزيان، غادي نورك عليها واحد شويه. كنجيبوه هكا شي معلقه وكنوركو عليها هكا. غادي نجيب عاوتاني الكريمه ديالي بهذا الشكل هذا، نسرحها. انا هنا وزعت الكريمه ديالي، غادي نجيب الطرف الاخير ديال الجينواز وغادي ننزلو بهذا الشكل هذا. نحاول ندخلوه شويه الشكل باش يدخل في الاطار. ونسقيو حتى هو مزيان. هانتوما كما كتشوفوا الطوفه ديالنا قريبه توجد ان شاء الله. بالنسبه للناس اللي كيطلع لي منين كتشوفوا شي بلاصه طلعت لكم شي بلاصه هابطه، ما عليكم الا تجيبوا شي بلاطه بحال هذا الشكل هذا، تورقوا عليها مزيان هكا. هانتوما كما كتشوفوا الشكل ديالها تقاد. دابا على بركه الله غادي نحيدوا الاطار. غير بشويه كتي تحيد هو تحيد. ثم كما كتشوفوا الحلوه ديالنا منين كتجي في الجناب، يعني العلو ديالها وكل شيء راه مناسب. دابا غادي نجيب الكريمه ديالي وغادي نغطي، يعني نغطيها كامله بالكريمه. الناس اللي ما عندهمش الماتيريال جيبوا غير شي موس بهذا الشكل هذا، راه غادي يطلع غادي تخدموا مليح. حاولوا تساويو السطح مزيان باش منين نديرو الكريمه ديال الليمون تجينا مقطعه. غادي نكدو حتى الجناب لاننا غادي نلصقو فيهم شي حاجه، اللوز او لا اي حاجه عندكم. كنقدو الجناب كاملين ديال الحلوه، الحلوه ديالتها هي تغطات كامله نتوما كما كتشوفوا. دابا غادي نقترح عليكم التزيين. بالنسبه للتزيين انا غنستعمل في الجناب كونفليكس، كيجي بهذا الشكل هذا.
هو كيجي بهذا الشكل هذا. هذا الماركه زوينه بزاف، كاين اللي صغير على هكا دير 15 درهم يعني 300 درهم. هذا كيعجبني بزاف انني ندورو في الجوانب ديال الكيك، راه كيتكال مع الحليب او لا اي حاجه. غادي ناخذ دابا منه شويه وغنهرسو. الا ما عندكمش هذا الكونفليكس استعملوا الفيتين، الناس اللي كيعرفوا يصايبوا الفيتين يصايبوا ان شاء الله نقدر لكم شي حلقه. عندكم الكوك استعملوا، عندكم اللوز استعملوا، هنا اللي عندكم استعملوا، اولا الفيرميسيل ديال الشوكولات. غير هذا شويه كيجي زوين في الشكل ديالو. نهرسو غير واحد شويه، ما نهرسوش بزاف. اللي عنده اللوز ايفيلي كذلك كيجي زوين، كلهم كيجيو زوينين. دابا غادي نهز الطورطه ديالي بهذا الشكل هذا، نمسحو يدينا ضروري ونلصقو ليها، اولا نجيبو شي بلاطو من الاحسن. غادي نهزو كونفليكس ديالنا ونلصقو. يعني اليوم اقترحت عليكم ابسط الاشياء باش تجي طورطوطه زوينه وتفرحوا وليداتكم. يعني ما كاين ما احسن من الحاجه ديال الدار وكتكوني عارفه شنو كليتي، لان الطورطات هادو دابا راه وقت راس السنه راه كيكون الثمن ديالهم غالي بزاف، يعني اثمنه خياليه هاد لي طارت هادو. ولكن علاش لا نقدوهم في الدار حنا كاع اشنو خصنا. لذلك اقترحت عليكم، ما بغيتش ندير لكم داكشي ديال لا كريم غلاسي وداكشي داك الروينه كامله، الكريمه اللي كتجي مغلاسيه وداكشي. ان شاء الله هادوك غادي نشوفهم حتى هما في هذا الاسبوع هذا. يعني اللي بغى غنعطيكم بزاف الاقتراحات، اللي بغى يقادها، اللي بغى يقاد شي حاجه هو حر. انا غادي ندور على التورته كامله وان شاء الله نرجع نتم طريقه التحضير. هذا هو الشكل ديال الحلوه ديالي بعد ما كندور لها الكونفليكس من الجناب، راه كتجي بهذا الشكل هذا. ان شاء الله غادي تشوفوها في التصاور اولا راكم شفتوها في الاسباق من الاول. دابا غادي نهزها وغادي نحطها هنايا. استعملوا اي بلاطو عندكم قدموها فيه ما كاين حتى مشكل. الا بغيتو تهزوها جيبوا ادوات بحال هكا، راه كيكونوا ادوات ديال المطبخ. يعني كنتاكدوا اننا خشينا مزيان ادوات. غنجيب شي وحده اخرى من هنا. الطورطه هذه الشكل ديالها نتوما كما كتشوفوا. بقى ليا نقاد اولا ندير داك دابا على بركه الله غادي ندير الناباج ديالي نتوما كما كتشوفوا من الفوق. الطورطه غتكون مزيان باش ما يدوزش لكم اللون اولا شي حاجه. فهذا كتخليه اخر حاجه. صافي انا غادي نوزعو على الطورطه كامله. ثم كما كتشوفوا درت داك الكلاصاج ديالي اولا سميوه اللي بغيتو تسميوه كما بغيتو تسميوه اولا ناطاج. صافي دابا غيبقى ليا التزيين الفوق. انا غادي المهم غادي نشوف واش غادي نديرو. بالنسبه للتزيين في الفوق انا هنا عندي شويه ديال الشوكولات اللي غادي نذوبو في كاسروله في حمام مائي غير شويه، غادي نستعمل غير شويه. بالنسبه للتزيين كما قلت لكم انا ذوبت شويه ديال الشوكولات درتو في بلاستيكه اولا ديرو في جيب الحلواني اللي عندكم. تاكدوا بانه راه كيخرج وغادي نبداو نزوقو. بالنسبه للتزيين اللي اختارينا الشوكولاتة انا اختاريت لكم هذا التزيين هذا ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. كيجي زوين طبيعة الحال. غادي نوري لكم كيفاش. غير حاولوا تقطعوا الراس ديال هذا يكون صغير بزاف. انا عندي ميكا متقوبه كما كتعرفوا زيرو ميكا، لذلك غتشوفوا يدي شويه مسخين ولكن ماشي مشكل. بالشكرا. غادي نجيب القنت انتما كما كتشوفوا بهذا الشكل هذا. من الفوق ثم كما كتشوفوا الشكل ديالو كيجا جا الشكل ديالو شويه زوين. هنا غادي نديرو نقط بالنسبه انا درتهم هنايا غنعاود نديرهم هنا. كنديرو نقطه كبيره وكان صغيرة 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 بهذا الشكل هذا كما كتشوفو. صافي غادي نجيبو شي فواكه نحطوهم هنا وكنكتبو السمية اللي بغينا. أنا غادي نكتب الشاف نور الدين كوكينغ
غادي نكتبها على ما اظن هنا باش انا نديرو شويه الزواق. نجيبو داك الشوكولات نيت، دائما حاولوا يكون ثم كما كتشوفوا الحكم سميتي طويله، كتبت ثاني نكتب غير نور حيت دي. غادي نجيب شويه الفريز غادي نحطوه هنايا اولا الكيوي اولا اللي عندي انا، غنطلع في الثلاجه نشوف شنو كاين وان شاء الله نرجع باش نشوفوا النتيجه النهائيه ديال الطرطه ديالنا بحول الله. وهذا كيبقى الشكل النهائي ديال الطرطه ديالنا بعد ما قديناها، كتجي بهذا الشكل هذا، كتجي رائعه رائعه رائعه. ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، وإلى عجبتكم ما تنسوش ديروا جيم الفيديو، تشتركوا في القناة باش توصلوا بجديد الوصفات، خليوا لي التعليقات ديالكم حول الوصفة، وإلى حلقة مقبلة بحول الله.